إذا أمام الرئيس الجديد أو القديم إن أعيد انتخابه ماكرون تحديات دولية جمة تقف فيها صورة وسمعة البلاد على المحك، الأهم فيها وزن فرنسا أوروبياً. في أبريل عند انتخاب الرئيس ستكون باريس ضمن رئاستها للاتحاد الأوروبي، هل ستكون كلمة فرنسا مسموعة أوروبياً مثلما كانت كلمة ميركل؟ أوروبياً أيضاً هناك تحدي كبير، بريطانيا ثلاثة ملفات عالقة، لم تنسى باريس دور لندن في إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا، كما لا يزال البلدان يتبادلان التهديدات بشأن ملف الصيد البحري، وتعوق لندن توفير رخص الصيد للصيادين الفرنسيين في مياهها، إضافة لملف الهجرات المنطلقة من الشاطئ الفرنسي إلى الشواطئ البريطانية، ملفات حساسة وساخنة على طاولة ساكن الإليزي الجديد أو القديم. التحدي الآخر الكبير، العلاقات الفرنسية الأمريكية شهدت إحدى أكبر أزماتها بعد إلغاء أستراليا صفقة الغواصات التي هزت صورة فرنسا دولياً رغم محاولات باريس التعويض عبر صفقات أخرى بأسلحة مختلفة. في معاقل السيطرة أو النفوذ الفرنسي هناك تراجع جلي من مالي ومنطقة الساحل الأفريقي إلى ليبيا، حلت قوى أخرى كروسيا وتركيا محل الفرنسيين، هل سيسترجع الرئيس الجديد النفوذ التاريخي؟ ساحات أخرى معروفة تاريخياً بأنها ساحات نفوذ فرنسية كلبنان لم يستطع الفرنسيون تنفيذ ما وعدوا به، سيكون تحدياً بارزاً أمام الرئيس الجديد. تحديات كثيرة على طاولة الرئيس وسمعة بلد على المحك، هل تعود فرنسا دولياً؟